وثبت ان ما فيه ديمقراطيه هناك، بل هناك دكتاتوريه لا تختلف ابدا عن دكتاتوريه هتلر او نابليون او موسوليني او جنكيز خان او اسكندر الى اخر الطغاة. بامر رئاسي يقال هكذا في عهد ريغن المجنون، يقال بامر رئاسي اصدر الرئيس الامريكي ريغن امر رئاسي بالحرب على ليبيا، امر رئاسي بمحاصره ليبيا، امر رئاسي بمقاطعه ليبيا، امر رئاسي بعمل كذا كذا. هل هذه ليست دكتاتوريه؟ هذه ديمقراطيه. الان انتخابات امريكيه، طلع مواطن اسود اصله من كينيا افريقي ومسلم وكان يدرس في مدرسه اسلاميه في اندونيسيا، اسمه اوباما، والناس كلهم صفقوا لهذه الشخصيه في الوطن العربي وفي العالم الاسلامي وفي افريقيا، واستبشروا بخير وصفقوا له وصلوا من اجله ودعوا له بالنجاح، وربما يكونوا قد دخلوا حتى في حملات التبرع الشرعيه لتمكينه من الفوز في رئاسة امريكا. لكن فوجينا بان اخانا وشقيقنا الافريقي الكيني الامريكي الجنسيه، امريكي الجنسيه، يطلع بتصريحات صدمت كل مؤيديه في العالم العربي وفي افريقيا وفي العالم الاسلامي. نحن نتمنى وربما تكون هكذا، ان هي مجرد زي ما يقولوا في مصر كوزيون انتخابي، هذه مناسبه انتخابيه، ان كذبه انتخابيه باش نعرف مهزله الانتخابات، ان الواحد يكذب على الناس لكي يعطوه اصواته، وبعد ياتي التطبيق وينجح يقولون لا هو انت وعدت بكذا بكذا، يقول لا هذه دعايه انتخابيه. شوفوا مهزله، هذه الديمقراطيه، لا هذه دعايه انتخابيه، فاكرينها قد لكنها مضبوط، نضحك عليكم يعني باخذ اصواتكم. ان شاء الله هي تكون هكذا مجرد دعايه انتخابيه. لكن كونك هو يقول ان القدس ساعملها عاصمه الى الابد للاسرائيليين، هذا يدل على انه هو ان اخانا اوباما يجهل السياسه الدوليه وما هوش مطلع على ملف الصراع في الشرق الاوسط. كنا نعتقد ان يقول انا قررت اذا نجحت سوف افتش مفاعل ديمونه لاتاكد من القنابل الذريه ومن لسح صحه الدمار الشبه الاخرى عند الاسرائيليين، نبغى نتاكد منها ويدير قرار مثل هذا. لكن لابد انه عندما فكر في هذا، لابد انه فكر عندما كان يتكلم عن ايران برنامجه النووي، لابد ان تكون امام ديمونه بكل تاكيد. لكن لما تكون قدامه ديمونه لابد ان يكون قدامه مصير سلفه كندي الذي قرر ان يفتش مفاعل ديمونه واصر على تفتيشه ليتاكد من انه يصنع اسلحه ذريه والا لا، ورفض الاسرائيليون، واخيرا اصر هو على التفتيش. كان المخرج من هذه الازمه هو استقاله بن غوريون، استقال حتى لا يوافق على تفتيش مفاعل ديمونه، واعطى الضوء الاخضر بقتل كندي، وهكذا قتل كندي بسبب مفاعل ديمونه واصراره على تفتيشه، بسبب اصراره على تفتيشه قتل كندي. لابد ان اوباما امام هذه الصوره، وبالتالي لابد انه كان يريد ان يتكلم على هذا ولكنه يتراجع. كنا نتوقع منه ان يقول اني ساطبق اذا نجحت فكره الدوله الواحده اسرائيل الموجوده في الكتاب الابيض للقذافي، ان هذه الفكره هي الفكره اللي فيها الحل الجذري والتاريخي والنهايه.
وأنه مستحيل إقامة دولتين قزميتين في هذه المنطقة. أي دولة عمق 15 كيلومتر؟ ما يسمى بإسرائيل لأن عمق 15 كيلومتر. أي دولة هذه؟ أمام 5 ملايين من الفلسطينيين. كنا نتوقع أن يكون ملايين اللاجئين الفلسطينيين قررت أن أرجعهم لأرض فلسطين التي طردوا منها عام 48 وعام 67. هذا هو التغيير الذي تصفق له الشعوب ويده الشعب الأمريكي والشعب الأسود في أمريكا. كنا نعتقد أن يقول أني أعمل من أجل استقلال الأمة الكردية وتوحيدها، ولا بد أن تحتل في الشرق الأدنى مكانة تحت الشمس وفوق الأرض الأمة الكردية الممزقة المعذبة المضطهدة المستعمرة من الكل. كان يجب يقف إلى جانبها، لا يقف مع العملاء ويضحي بمصير الأمة الكردية. هذا التغيير. والخوف، كل الخوف هو ان هذا الكلام في وقت اقول ان الاسود يشعر بالنقص، عقدة النقص، هذا شيء خطير. اذا كان اخونا اوباما شعر بانه هو اسود وانه ليس له الحق في ان يحكم امريكا، هذه المصيبة الكبيرة، لان هذا الشعور خطير جدا، يجعله يتصرف ابيض اكثر من البيض ويبالغ في اضطهاد السود واحتقاره. نحن نقول له يا أخي الأسود والأبيض في أمريكا متساويين، كلهم مهاجرين، أمريكا ليست للبيض ولا حتى ولا للسود، أمريكا للهنود الحمر سكانها الأصليين، جاء الأبيض وجاء الأسود. إذا الأبيض والأسود في أمريكا متساويين، ومن حق أوباما أن يرفع رأسه ويقول أنا شريك في أمريكا، أمريكا أرضي مثل ما أرضكم أنتم، إذا كان ما يش أرضكم ما يش أرضي حتى أنتم ليست أرضكم، أرض الهنود الحمر، أنتم مهاجرون نحن مهاجرون. لكن ما زلنا احنا نعمل ان الاسود هذا يكون معتز بافريقيته وباسلامه وبعقيدته وانه صاحب حق في امريكا، وان يغير امريكا من الشر الى الخير، وان تقيم العلاقات اللي تخدم امريكا مع الشعوب الاخرى خاصه من العرب.